السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا جماعة في فيديو جديد. يمكن احنا بقالنا أسبوع كده ال10 أيام بعد عن بعض، لكن توحشوني بجد. النهاردة هنتكلم عن النجم الكبير طبعا أبو تريكة، ملك القلوب ومجرم الكرة المصرية. محمد أبو تريكة في حملة يشنها طبعا الإعلام المصري عليه بقاله فترة، علشان خاطر طبعا كان سبب إن كهربا وحسين الشحات يتوقفوا الماتش قبل ماتش الثالث والرابع، مركز الثالث والرابع. تعال نشوف ايه الحكاية. طيب يا جماعة، ببساطة جدا جدا يا جماعة، في ماتش للأهلي وبايرن ميونخ بعفوية جديدة وبحب جديد من كهربا وحسين الشحات، راحوا سلموا على أبو تريكة في المدرجات بالإيد، وده طبعا ممنوع بالمناسبة، وده طبعا حرص اللجنة المنظمة ان هم شايفين ان ده ما ينفعش، طبعا حرصا على سلامة اللعيبة. اللعيبة اعتبروا بمثابة في انبوبة او ايه، بالونة هوا كده، الفريق موجود بيتحرك بأتوبيس واحد، ما بيسلموش على حد، الناس اللي في الاستاد نفسهم موجودين مقيمين في الاستاد، الناس اللي موجودين في الفندق مقيمين في الفندق، عزل كما لو كان عزل عشان خاطر يضمنوا سلامة اللعيبة تماما. طبعا التصرف اللي حصل ده الناس محمله ابو تريكه اكتر مما يحتمل، يعني شايفين ان ابو تريكه هو الغلطان. ابو تريكه يا جماعه مش غلطان، يعني خليني اقول لك، وبرده كهربا وحسين الشحات هي العاطفه غلبتهم برده، يعني مش عايزين نقول ان هم غلطانين قوي، لان هم بالفعل العاطفه يعني ابو تريكه يا جماعه ابو تريكه، فالعاطفه اثرت عليهم وفعلا غلبتهم وراحوا يسلموا على ابو تريكه. ابو تريكه اللي ساب اللي معلش يعني الاستوديو التحليلي في يوم في ماتش زي دوت مهم زي ده، وما كانش موجود في الاستوديو التحليلي عشان يبقى موجود في المدرجات مع الفريق ومع المشجعين وبيساند الفريق من ارض الملعب. ابو تريكه اللي نزل مشجع اهلاوي، ابو تريكه كان مشجع اهلاوي بس، يعني ساب تاريخه بره النادي وجاي يشجعه بس. فهما طبعا بمنتهى البساطه راحوا سلموا عليه، ودي بقى كان هي فيها المشكله بقى، ان العاطفه غلبت العقل في الموقف ده. يا جماعه المفروض عارفين ان انتوا في عندكم عقل، وانا اعتقد ان هم برضو ما كانوش متخيلين الموضوع ممكن يبقى بالصوره دي، يعني انا في اعتقادي ان كهربا والشحات ما يعرفوش ان هم اكيد هيتوقفوا، يعني هم ما يعرفوش ده، ان هم لو كانوا يعرفوا كانوا حسبوها مليون مره. مع كامل احترامنا لابو تريكا اكيد في اتصالات وفي تليفونات، وانا شايف ان برضو ما ينفعش هم جايين يجروا على ابو تريكا. واحد يقول لك طب هو راح يسلم عليهم ليه؟ ايه اللي راح يسلم عليهم ليه؟ انتوا مجانين يا ابني، ده ابو تريكا يعني واحد جاي له من اخر الدنيا قاطع شوط طويل عريض وجري له وطلع له على المدرجات، وفي الاخر يقول له لا 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 ارجع عشان خاطر مش كده، يعني اتكلموا كلام منطقي. فانا في اعتقادي ان هم لا في تواصل، وكان ابو تريكه اعتقد يعني ده مسموح ولا لا، لو اداره الاهلي اصلا هتقبل بدا ابو تريكه على فكره سهل جدا يعزم الفرقه كلها، بس هل هيبقى ده مسموح او هيبقى عندهم وقت ولا لا، انا ما اعرفش ايه التفصيله بصراحه. ونتمنى الفوز في الماتش الجاي. فيا ريت يا جماعه ابو تريكه يعني ملوش في القصه دي خالص، ابو تريكه مش ذنبه ان هو وسط الناس، ابو تريكه مش ذنبه ان الناس بتحبه، ابو تريكه مش ذنبه ان الناس بتعشقه، عشان بس الناس اللي عماله تنفخ كتير ابو تريكه يفضل ابو تريكه مهما بقى قعدوا يتلونوا وقعدوا يتعقربوا وقعدوا يفحروا وراه، ابو تريكه هو ابو تريكه يا جماعه. وتمنياتنا لفريق الاهلي ان شاء الله بتحقيق المركز الثالث في المباراه الجايه، ونتمنى ده طبعا، يعني وان كان الموضوع صعب مش سهل، لان فريق البرازيلي برضه فريق مش سهل عشان نستهين بيه. وسيبك بقى من النتيجه بتاعه البايرن، احنا مش هنتكلم عليها اصلا خالص عشان الموضوع دوت يعني الموضوع ده غياب. ونشوفكم في فيديو جديد، يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد بننزله. سلام.